السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين عبر قناة مغارب نيوز لايف. كنتواجدوا في واحد المنزل اللي كيتواجد بدوار ولاد مؤمن نواحي ديال سيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب تابعة لمدينة المحمدية. حالة إنسانية كتعيشها واحد السيدة مسنة اللي تقريبا العمر ديالها هي ما معقلاش بالضبط على التاريخ ديال الازدياد، معقلاش على بزاف الحوايج، ولكن كتقدير غتكون 100 سنة. هاد السيدة هادي كتعاني من كسور أولا كسر في الرجل ديالها. السيدة هادي عايشة مع أختها من باها، أختها من باها حتى هي سيدة على قد الحال، صعيب عليها الحال على أنها تبقى متكفلة بها أولا غتبقى مقابلها، لدرجة أنها اتصلت بنا وقالت على أنها كتبغي تخرج تخدم تقلب على راسها، لكن الحالة اللي كتعيش فيها الأخت ديالها من باها حالة صعيبة، كيخص ضروري اللي قبلها. للأسف الشديد من الفقر وقلة الشي والمرض وكبر السن، لكن توجهت لنا وطالبة على أنها تدوز نداء ديالها عبر قناة مغرب نيوز من أجل المساعدة ومن أجل تدخل بعض المحسنين او المسؤولين في هذه القضيه. هذه غادي نخليو الاخت ديال هذه السيده المسنه هي تكمل لنا القصه ونحاولوا نسمعوا حتى هذه السيده هذه حتى هي ربما عندها ما تقول، ربما عندها تاريخ كانت كتعيشه. ما نطولوش عليكم ساده المشاهدين، وغادي نتوجهوا بالميكروفون الى السيده اخت هاد العجوز باش تقول لنا اش واقع. السلام عليكم لالا. السلام عليكم لالا. عيطتي لينا على قبل هاد السيده هادي اللي هي الاخت ديالك، وقلتي لينا على انها كتعاني من كسر في الرجل ديالها. هي سيده كبيره شويه في العمر وكفيفه كذلك، ما كتشوفش ومهرسه من رجليها. ودابا انا نبغي نخرج نخدم، ما نسيبش، نبغى نمشي عاد العائله، ما نلقاش خاصني الا لقيتها حطيتها خاصني نسيبها عاد الباب برا عاد الباب. غادي تحس برجليا تضحك على الباب. كنعاني منها بزاف وكثير بالليل، بالليل ما تدخل الى جيران لان انا نعس، الليل بزاف كتبكي بزاف. واخا هاد الحاله هادي اللي كتعيش فيها دابا هي شحال من مده وهي عايشه؟ مده دابا شي 10 سنين وهي مهرسه. عند خويا كانت عند خويا كف من عيني، ما بقاش يشوف. حتى خوك حتى هو ما بقاش كيشوف. ما بقاش يشوف بعيني. يعني ما بقاش يشوف. عيط عليا قال لي جدي، قلت له ناخذ، انا كنمشي لليبيا ما كنبقاش هنا، كنمشي لليبيا. انت كتمشي لليبيا؟ كنمشي لليبيا ومولي على قبل اختي برك، ما كاينش بغات نمشي على قبل اختي، مقابله اختي حتى تموت، ما عندي بغات اللوحه. انا مقابله ما عنديش بغات اللوحه اختي. اختي ما عنديش بغات اللوحه، ما عندي لا بنت لا ولد لا والو، ما عندها الله سبحانه وتعالى ولي عندها، ما عندها حتى واحد بغيان. كنا كنطيب من جد اختي، اختي كطيب قدامي ولا كنطيب اكثر منها. انا بغيت اختي اللي يعاوني عليها باش عليها على الدواء ولا اخرى، كلها طيبه، كامله طيبه، كلها طيبه، اش كان الدواء ما قدرش فيها. على ذكر قضيه الدواء كلها طيبه، يعني كيفاش كتدير تقضي الحاجيات ديالها؟ ليكوش كندير لها ليكوش، ليكوش تقضي لي ليكوش دابا. معاونوني عاب الناس، هما اللي كيعاونوني عاب بنات عمي كيجيبوا لي بحال يشريوا لي. يعني انت معوله غير على الاعانات ديال على اختي، على الدواء ديال اختي، وعلى على اختي وعلى العانه ديال الجيران. ما كينعسوش الناس، ما كينعسوش الجيران ديالي، بغات لها شي دواء باش على حساب راسها. ما كاين حتى تنعس لا ليل نهار. كتديوها عند الطبيب؟ ما عمري ديتها عند شي واحد، ما نكذب. علاش ما ديتوهاش؟ ما الله غالب ما لقيتش. ما لقيتش. ودابا اللي عاني معايا هز معايا، هو اللي هزني ولا خا خصني يهز معايا. هاد السيده فهاد السن. هي معاوناني، هاد السيده هي معاوناني، الله يخلف عليهم، هما اللي معاوناني. واخا واخا، هاد السيده دابا فهاد السن هذا ما عندها لا زوج لا اولاد. كانت مجوجه ومات ولا مات ولا رجالتها، كانت مجوجه بجوج ومات ولا ومات ولا بنياتها بجوج ثلاثه. ولدات معاهم؟ مات ولا بثلاثه. ثلاثة البنيات وماتوا ولا بثلاثة، بقى عندها حد، ما عندها الله سبحانه وتعالى. وحدة ماتت خلات وحدة. درية. وحدة ماتت خلات جوج. درية جوج دراري. وحدة ماتت كانت صغيرة عام كاين اللي دارت كان عام فيها العقاية. ماتوا ثلاثة، وحدة صغيرة وجات كبرات ولد وماتوا. وي. كتعاني بزاف، كتعاني بزاف من جيت البكا كتبكي ليل ونهار، ما كتنعش ما كتلعش. بغات لي عاوني على الدواء ديالها وعلى ليكوش وعلى الدواء ديالها. كتعقل شويه؟ انا بتعقل، انا ما بتعقلش كاع. نعطيها الماكله ما كتعقلش عليها. عطيها الماكله. شنو سميتك امي حاجه؟ اه؟ سميتك؟ رابحه.
رابحه رابحه وي اصلا تا من السندال ما بقاش عندي لا خدات كنت كتبغي السندال تلبسها ما مسمى لبس ما عندي لا 12 سنة هذا ولا ما كتنوض ما كتحرك ولا نشوف رجلي مهرسه هي هي هذه مهرسه هي اللي مهرسه دوك العباد اللي كنت على عيني بحال هكا مي رابحه يا خويا ودابا اش كطلب يا مي رابحه؟ نطلبت الله تعالى لا اله الا الله نطلع سيدي ربي نطلب في سيدي ربي والخوت وقفوا معايا الله يرحم الوالدين وقفوا معايا الخضره انتوما نعاد الناس تاكل فيها الدراري انا باش تكون سراقيه نقول اختي تقول انا فاش نسري عليك ما تنفعش من حدا ما كنخرجش ما كنبغيش نخرج يعني ما نخليهاش وحده ما نقدرش نخليها الميكروفون خلي لها الميكروفون امي رابحه شحال من عام امي رابحه وانت جالسه بحال ما هكا ثلاث دوك ثلاث سنين لا 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 ثلاثة قد شي 10 سنين اكثر لا اه الهرس خذي الميكروفون خذي الميكروفون هاد القضية ديال الكفيفة ما كتشوفش شحال من عام شتاعات جات عندنا جات عندي عاد عادي هذه شحال عاد تقول شي 7 شهور دابا ولا 6 7 شهور دابا ولا 6 ما كانش كان شويه تشوف ما تبقاش تشوف ما عمركم ديتوها للسبيطار لا ما مشيت انا عاد بغيت نمشي قال خاصها يكون عندها لاكارت ما عندهاش لاكارت ما عندهاش لاكارت ما عندهاش لاكارت عندي لاكارت ما عندهاش لاكارت مشيت عند القايد علمت بها بما السيده عادي قال لي خلي اخبار السلطات المحليه كلهم كلهم في راسهم في الشيخ في المقدم في القايد مشيت عند القايد قلت لي قلت لي اختي راه عندي رانا غدات غدات وقع شي حاجه ولا شي حاجه راه اختي عندي قال لي خليها ما عندها اش غدير بلا كارت ما عندها ما دير بها خلي اختك عندك. هو قال لها قالت لك ديري تا سكر قال لها والدي فراس كل شيء ديري لا كارت كثر منك. قال لك مرا كبيره ما عندها ما دير بلا كارت. عندك ما دير. واخا دابا اسمك الله بيضا. فتيحه. لا لا فتيحه. شنو النداء ديالك؟ شنو النداء ديالي هما عاونوا اختي على الدواء ديالها وعلى لي كوش. راه خوتك المغاربه المغاربه يحنوا على هاد السيده ما يحنوش عليا انا على هاد السيده على هاد السيده يحنوا على كوش وعلى وعلى الدواء ديالي انت قادره براسك تخرجي تخدمي انا خرجت خدمه على اختي انا على اختي انا انا قادره براسي اختي صافي خد ديالي على الدواء ديالها انت اذا قالوا تديها لدار العجازه ما نقدرش ما نسخاش عليها ما نسخاش عليا اختي ندير لدار العجازه وخا نموت نموت على قبلها ما نديش اختي ما عاد انا حنين الرحيم ما عاد الله سبحانه وتعالى ما نديش اختي انا ما عنديش ما عنديش وتقول انا ونسدني على بعدي انا ونسدني انا باللي كنوض وكنسيبها بحال هكا نتعامل ويا ونتصالح انا ويا ونبوس لي راسها ورجلها ونقول لها اختي راني الله اللي مطالع بيا ما نفوتكش ما نفوتش اختي ابدا هادي السيده اللي خلف عليها تجي تعاوني هاد السيده كتعاوني عليها تعاقم ونعاقم انا وياها تبدل نهزوها نحولوها توكلها تجيب لها تسقي لها تعطيها السيده الله يخلف عليها قوي لها الخير وبنات عمي سوا الله يخلف عليهم قوي لها الخير بنات عمي سيطي لي كوسي سيطي لي كوسي سكورات كلشي كيعطيو لي بنات عمي هاد ودابا دابا لاله فاتحه مثلا هما الناس المحسنين بغاو يعاونوا بحالاش هاد الاعانه اللي بغيتو بالضبط؟ بغيت انا الدواء والكوش ديالها يعاونوها باش ما بغا باش ما سخام الله اللي بغاو والدواء حيت دابا انت قلتي مثلا تخرجي تخدمي لا 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 لا, لا تبردت ما كتسكتش من البكا راسها ما مفجر على راسها ما تسكتش لا بالليل لا بالنهار شي محسن مثلا يدخل ديال الطبيب يعالجها هذاك الشيء اللي بغيت بحالك كيعالجها نبغي نعالجها غير شي محسن يعالج لي اختي نعم على الغوت بالليل بالليل وبالنهار ما كتسكتش انا راسي فرقة دار لي مهزوز لي راسي دابا انا اليوم خمس ايام ما نعسش ما نقدرش لا ليله نهار لا جيراني تما تقعوا عليا قبل نتخاصم مع جيراني على قبل اختي خصهم يراعيو شويه ما الدريه ما عارفاش ما عارفاش الدريه ما عندهاش العقل ما عارفاش الله يهديها امها ما عليها والو مسكينه امها خاصمت عليها امها قالت لها هذيك مريضه ما تدويش معاها الدريه ما عارفاش خدامه خدامه مسكينه النهار خاصها تنعس عطيني الميكروفون هاك يا خاص امي رابحه اخويا تمشي للطبيبه امي رابحه مشي لي يا الله انت سميتو كيضروك رجليك بزاف رجلي ضاره كل يوم ضاره وراسها وراسها وراسي كل شيء كاع صحتي كامله صحتك كلها كتضر اجي واش كطلبي دابا امي رابحه شنو كطلبي للناس كامل ناكله انا فوقك واخا يكون الخبز تاع الزرع كامل ناكلو ناكل كيما تشوفي عطا الميكرو عطا اشد عدوى 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 راه كنسمعوك عدوى كنسمعوك عدوى عدوى شنو كطلبي شنو كطلبي شنو بغيتي بغيت الدواء تاع
نشربوا الحريق يا ربي. كتباتي معذبة شوية؟ معذبة معذبة ما رقدتش شاي ما كتنعسيش؟ ما نعس والو عارف اش في بحال هكا يا وصافي بداية غنتبعو ولا غادي غنتبعو وكلشي. واش تقولي شي محسن إلا وقف معاك وشنو باش تدعي معاه؟ نقول لهم قاعدة بحالو لا داعي معاه داعي معاه؟ لا الله يحفظو الله يضمنو الله يعاونو الله يطول عمرو. الناس نقول اخويا قلت شي تاني لا صلاة لا حول ولا قوة. انا لا طايبة دوك عمي ما بغيت لي كوش ما صدقو قلت له دير خوتي على لي كوش بس خليني نشوف هكايا قلت لك ما بقاتش يا ناري ميتي قلت لك ما بقى لك ولي عدر لي عنيك ميكا كطيبك طيبتني بزاف كاع اكثر من ولادك لي كوش لا عطيني الميكروفون. اعزائنا المشاهدين كما سمعتوا كما شفتوا كما شاهدتوا الحاله ديال امي رابحه حاله مزريه كبر السن وكذلك المرض وكذلك قله الشي وعدم خير اخيركم الله يجزيكم بخير واحد شويه كما سمعتوا امي رابحه كتشكي بزاف ديال الامور وكبر السن حتى هو كيزيد يكمل عليها الاخت ديالها اللي متكفله بها عيات الاخ اللي كان مكفل بها اصيب بما يسمى بالعمى ما بقاش قادر يعني الله يتكافى مع روحه جات الاخت اللي من الاب وخداتها عندها لكن ومع كامل الاسف والظروف والاقدار ومشيئه الله سبحانه وتعالى انها الحاله ضعيفه الحاله الاجتماعيه فقيرة أمي رابحة كتعاني في صمت مع كبار السن الأمراض الهرس كفيفة كل هذا مجموع في أمي رابحة والمعاناة تستمر يوم بعد يوم ليلة بعد ليلة لهذا طلبنا ونداؤنا كذلك وهو تدخل المسؤولين والمحسنين من عمل عملا فله أجره والله لا يضيع أجر المحسنين وإلى هنا نقول لكم إلى اللقاء في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.